طيب آخر شيء قلنا formation of bag of waters الموجودة هنا اللي هو هذا الباك اوف ووتر. طبعا وقت اللابر وقت ما يصير عملية البريدنسي حيكون عندي هذا الكيس كذا حيطلع حيتكون. فايش الفانكشن حقته بالضبط؟ حيسوي لي دايليشن للسيرفكس، حيوسع السيرفكس اكثر، حيسوي بعدين وقت ما يصير في رابتشر ريليزنج ذا ستيرايل امنيوتيك فلويد ويتش كلينز ذا بيرث كانال. غالبا اتوقع الدكتور هو اللي يسوي له رابتشر، فلما يعني لما ينشق الكيس هذا او يتمزق كذا حيطلع الفلويدز اللي داخله، فتسوي لي كليننج للمجرى او الكنال الموجوده، تعب تسوي لي ستيرايل تعقيم للبيرف كانال. طيب نجي على الامبيليكال كورد. ايش الكومبوننتس اوف ذا امبيليكال كورد؟ وايش المكونات الموجوده داخل الامبيليكال كورد؟ حيكون عندي تو ارتريز و right and left، وعندي umbilical vein, allantois, vitreo intestinal duct و definitive yolk sac, Wharton's jelly أو mucous connective tissue. هذه المكونات حتكون موجودة داخل ال umbilical cord. ممكن يعني يكون سؤال SQ أو شيء بحكم إنه تعداد. طيب فالمهم إنه نعرف إنه يكون في two arteries، يكون في one vein. هنا الـ arteries، هنا الـ allantois، الـ vitreo-intestinal duct، left umbilical vein، والـ Wharton's jelly اللي هي الـ connective mucoid connective tissue. طيب two arteries بعدين يعني بعد فترة حيصير الـ artery هذه الـ two artery حيتحولوا إلى medial umbilical ligament، الـ vein حيصير ligamentum teres، الـ allantois حتصير median umbilical ligament. هذه الستركتشر او اللي هي تشينجز بعد اللي هي بوست نيتال بعد الولاده. الفيتلو انتستاينال دكت حيختفي على طول، مثل ما قلنا فوق ان الفيتلو انتستاينال دكت حيختفي، الانتويس ميديان، الارتريز ميديال امبيليكال ليجمنتس، والفين حيصير ليجمنتوم تيرز. طيب الامبيليكال كورد ايش الكاركترز حقتها وايش المواصفات؟ عندي الطول 50 سنتيمتر والدايمتر او العرض 0.5 سنتيمتر. طبعا اذا كان less than اقل من 20 سنتيمتر يعني هو النورمال حيكون 50، اذا كان اقل من 20 يعتبر تو شورت، واذا كان اكثر من 120 يعتبر تو لونج. هنا الاشياء اللي ممكن تصير الابنورماليتيز في الامبيريكال كورد، عندي الترو نوت او فورس نوت. فورس نوت هي بس يعني اكستنشن زياده كده على فوق جاي، ما هي مربوطه في بعض او ما صار في ربط او اي شيء، مو مره يعتبر خطر. الترو نوت حيكون ان الامبيريكال كورد انعقد كذا زي هنا زي الربطه، بالتالي ممكن يسوي ابستكشن للفينز والارتري الموجوده هنا ويمنع ان الدم يوصل للجنين او النيوترينس الاشياء هذه، بالتالي الجنين حيموت. طيب single umbilical artery. طبعا 1% of single and 5% of multiple pregnancies have an umbilical cord that contains only two blood vessels instead of the normal three. يعني غالبا في حالات من الولادة يكون في بدل الاثنين artery حيكون في one artery، أو بدل ما نقول three blood vessels اللي هم two arteries one vein حيكون عنده بس one artery one vein اللي نقول عليها single umbilical artery. 1% of single and 5% of multiple pregnancies. هذه نسبة الإصابة. The cause of this abnormality is unknown. يعني غير معروف السبب أو ليش يعني ليش صار كذا ما هم عارفين الآن. Babies with single umbilical artery have a higher risk of birth defects including heart, central nervous system, chromosomal abnormalities. غالبا بسبب نقص الارتري هذا أو بسبب أن عندهم بدل الثلاثة اثنين هم معرضين أكثر لأنه يصير عندهم الإصابات هذه اللي هي الهارت، سنترال نيرف سيستم، كروزومال ابنورماليتيز والأشياء هذه. طيب البرولابس أو الأمبيريكال كورد برولابس، this occur when the cord slips into the vagina after the membranes of اللي هي الباج اوف ووتر have ruptured. يعني غالبا هم يسووا رابتشر للباج اوف برين باج اوف ووتر، إذا نزل الأمبيريكال كورد على طول هذا الشيء ممكن يسوي لي برولابس أو هو يعني عبارة عن برولابس. هو المفروض أول شيء الجنين بعد على الأمبيريكال كورد الأشياء هذه، لكن إذا نزل الأمبيريكال كورد أول فهنا تعتبر فيه يعني زي المشكلة. طبعا بيبي كان بوت بريشر ان ذا كورد دورينج لابر اند دليفري، إذا نزل بدري بنشوف هنا زي كأن الجنين قاعد عليه فيسوي بريشر يضغط على الأمبيريكال كورد فبالتالي كومبرس للأرتري الفينز الموجودة والأشياء هذه، فما عاد يوصل للجنين شيء فممكن يموت. pressure on the cord reduces or cut off blood flow from the placenta to the baby. فقلنا umbilical cord relapse can result in stillbirth unless the baby is delivered promptly usually by cesarean section. غالبا بالقسطرة
قسطرة مو قسطرة اللي هي القيصر. الريسك اوف امبيليكال كور برولابس انكريزز اف، يعني تقريبا البرولابس او الامبيليكال كور برولابس ممكن تزيد فرصة حدوثه في بسبب عدة عوامل، منها ان ذا بيبي از ان بريش بوزيشن، بريتش بوزيشن اللي هي فوت فيرست، يعني اذا كان البيبي بهذا البوزيشن ان الاقدام هي اللي تكون في البدايه ممكن يزيد خطر انه يصير في امبيريكال برولابس. المفروض الوضعيه الثانيه ان الراس هو اللي يكون في البدايه. امبيريكال كورد از تو لونج، مثل ما قلنا اكثر من امبيريكال كورد يكون اكثر من 120 سنتيمتر. كمان there is too much amniotic fluid، اذا كان الامنيوتك فلويد زايد يعني هايدر امنيوتك فلويد. Doctor ruptures the membrane to start or spread a blubber. كمان يسوي rupturing the membrane عشان يسرع عملية اللابر. Connecting stalk and umbilical cord. طبعا early connecting stalk connects the caudal end of the embryo disc to the chorion. It receives the allantois and the umbilical cord vessels. Umbilical vessels develop in it. After folding، بعد ما يصير عملية الفولدينج، connecting stalk shift ventrally، بيصير في الventral side forming the umbilical cord which contains two umbilical artery, one vein, vitreo intestinal duct, Wharton jelly والallantois. يقولنا الvitreo intestinal duct حتختفي، والwharton jelly اللي هي الميوكويد connective tissue between the contents، يعني ما بين الأشياء ما بين الartery والvein والallantois وهذه الأشياء حيكون في عندي ميوكويد connective tissue فاصلة بينهم. الفين حيكون فيها oxygenated blood والارتري حيكون unoxygenated، يعني عكس الارتري والفين اللي احنا الحين نعرفها. الارتري حيكون شايل ال unoxygenated والفين هنا حيكون شايل ال oxygenated blood. After birth أو at birth the cord is 50 centimeter، مثل ما قلنا يعني نص سنتيمتر حيكون الدايمتر. كمان extend from the fetal umbilicus to the center of the fetal surface of the placenta، حيكون من الامبليكس او السره حقت الفيتس الى السيرفيس الفويتال سيرفيس اوف ذا بلاسنتا. كيف يعني عندنا البلاسنتا عباره عن تو سيرفيسز، فويتال سيرفيس اللي هي بتكون باتجاه الجنين وماتيرنال سيرفيس باتجاه الام. فالامبليكال كورد حيكون من الامبليكس من السره حقت الجنين الين الفويتال سيرفيس الين الفويتال سيرفيس اوف ذا بلاسنتا. postnatal changes مثل ما قلنا umbilical arteries حيكونوا medial والفيتلو انتستاينال دكت حتختفي، والليفت امبيريكال فين حتصير ليجمنتوم تيرس اللي تكون موجوده في الليفر، والالنتويس حتصير ميديان. الفرق او ممكن يلخبطنا هنا هو الالنتويس والامبيريكال ارتري. طيب ايش الانوميليز اوف ذا كود؟ انه يكون تو لونج او يكون تو شورت او يكون في نوتس، اللي رقم ثلاثه النوتس. النوتس اللي قلنا عليها ترو نوتس stop the blood flow. أما الفولس مثل ما قلنا هي يعني accumulation بس في اللي هو الواتن جلي زاد صار accumulation خارج umbilical cord أو كده يعني شيء زيادة. لكن الترو نوتس هي من جد عقدة حقيقية كده لفت لف umbilical cord على بعضها صارت زي الربطة فوقف البلد فلو. طيب طبعا إذا كان umbilical cord too short ممكن يصير في cut or early separation of the placenta، تنفصل البلاسينتا بشكل مبكر. إذا كان too long ممكن يسبب لي coils around the neck or knots، ممكن يلتف حول الرقبة أو يسوي لي اللي هي true knots. نجي على البلاسينتا، طبعا احنا قلنا ان البلاسينتا او الديسيدو باسيلا حتكون مشاركة في عملية الباسيلا في عملية البلاسينتا اللي هي من الماتيرنال بارت الديسيدو باسالس. اما الكوريوم فروندوزم حيكون من الفويتال بارت وكمان حيشاركون، هذول الاثنين حيعطوني البلاسينتا الكوريوم فروندوزم والديسيدو باسالس. طيب هذه البلاسينتا، هنا الصوره هذه حتعطيني الماتيرنال سيرفيس الفيتال سيرفيس. كيف افرق بين الفيتال سيرفيس والماتيرنال سيرفيس؟ الفيتال حيكون مشابك فيه الامبيريكال كورد، الماتيرنال حيكون فيه زي كذا زي الدوائر هذه زي خليه النحل اللي هي الكوتايل دونز. الكوتايل دونز كم عددها؟ 15 الى 30. كمان هذا الرقم يعتبر مهم، 15 to 13 كوتايل 15 to 30 كوتايل دونز تكون موجوده في الماتيرنال سيرفيس. طبعا وزنها حوالي 500 جرام، diameter 15 to 20 centimeter, thickness 4 centimeter in the center but decrease or tapers toward the periphery. معنى انه هو زي القرص، تمام، يعني كل ما نزل لتحت كل ما قل، يعني كأنه شكله زي كذا، هنا thickness صغير وهنا كل ما راح للأطراف يبدأ ينقص أكثر وأكثر. هذا المقصود في آخر شيء. طيب deciduo basalis اللي هي هذا البارت، طبعا
طيب وعندي البلاسنتا البرير، عندي التيرشيري كورينيك فلاي، هذه اللي هي تيرشيري كورينيك فلاي. البلاسنتا البرير هو برير او مثل حاجز حيكون موجود، اذا اي شيء يبغى يعدي من الام للجنين لازم يمر ب برير، يمر ب زي الحواجز. البلاسنتا البرير بروتكتس ذا فيتس فروم هارمفول سبستنس، ستراكتشر اوف ذا بلاسنتا البرير فروم اوتسايد تو انورد، يعني من برا من جهه الام الين الجنين عشان يوصل، خلينا نقول ان في شيء هنا يبغى يدخل الى الجنين غذاء او شيء، لازم يمر باربعه اشياء، اول شيء السنسيشيا تروفوبلاست، بعدين حيمر بالسيتوتروفوبلاست، بعدين البرايمري ميسوديرم، بعدين الاندوثيليوم اوف فيتال كابيلاريز، من هنا لين هنا، اول ما يدخل في الكابيلاريز خلاص يدخل في الدم ويوصل للجنين. فممكن تكون مثلا بلاسنتا البرير كم يعني structures of placenta البرير ك SAQ او اختياري او اي شيء، من outside ركز عليك ان هذا الترتيب حيكون من برا لجوا، sensitio cyto primary mesoderm endothelial of fetal capillaries. طيب example على الكلام هذا، مثلا خلينا نقول substance which can cross the placenta البرير، في طبعا في بعض المواد اللي ما تقدر تعدي البرير هذا، لكن فلنفترض ان في سبستنس حيقدر يعدي، اورجانيزمز مثلا اللي هم مين، السيفلز، الجيرم، الميزلز، ايدز، هذه الاشياء تقدر ممكن يعني ممكن تعدي، الدراجز مثل الثاليدوميد. والسبب اللي ممكن يخلي عند الجنين شورت لمبس هو الدراج هذا اللي هو الثاليدوميد. فممكن مثلا سؤال اختياري كيسات او سيناريوهات او اي شيء، مثلا تقول حرمة أو بريجننت وومن عند تاخذ درج أو تحت تأثير درج اللي هو الثاليدوميد، إيش المشكلة اللي ممكن تصير في الجنين؟ أي أربع أي ثلاث اختيارات ورابعهم حيكون شورت لمبس، اختيار صحيح وحيكون شورت لمبس، ويمكن تسأل عن هذا لأن ركزت عليه. كيميكالز مثل الانسكتسايدز ممكن تأثر، ممكن تعدي البلاسنت البرير، الكوكايين can cause a woman to miscarry and may cause preterm birth, bleeding and fetal death. هذه بري تيرم بيرث، انه يولد قبل يعني يولد قبل فتره كبيره، ايضا النزيف والفيتال ديث، هذه الاعراض بسبب الكوكايين. الكحول كان انكريز ذا ريسك اوف ميسكاريج، كمان هنا ميسكاري ميسكاريج، نيو بورن ديث، فيتال الكحول سيندروم اف اي اس، بيبيز وذ اف اي اس او فيتال الكحول سيندروم هاف لو بيرث ويت، heart defects, facial defects, learning problem and mental retardation. يعني واحدة من الأسئلة اللي ممكن تجي على هذه السلايد، عندنا مثلا pregnant woman administered thalidomide، بعدين هل عندها short البيبي حيكون short limb ولا preterm birth ولا low birth weight، واحدة من هذول حيكون short limb. مثلا baby أو خلينا نقول okay pregnant woman اللي هي تشرب الكحول او يعني تاخذ الكحول بشكل مستمر، ايش ممكن يكون عند الجنين؟ او العكس، ان الجنين عنده low birth weight, heart defects and facial defects, learning problem. ايش المشكله؟ اقول المشكله ان الام كانت تشرب الكحول. tobacco, women who smoke during pregnancy are more likely to have babies who are too small. smoking also increases the risk of miscarriage, preterm labor and newborn death. فلازم نركز في السيبتومز حقت كل واحدة، اللي هي التوباكو، الكحول، الكوكايين والدرنك اللي هي الثالدوميد. طيب ايش الفانكشن اوف ذا بلاسينتا؟ عندنا اول شيء respiration, exchange of O2 and CO2، تبدل الام تعطي الجنين O2 والجنين يعطيها CO2، excretion of waste product، اي شيء ما يبغى الجنين يطلع للام عشان تتخلص منه، nutrition, placental مفروض هنا برير which protects the fetus from harmful substance، ايضا endocrine function اللي هي الكورينيك جونادوتروبين بروجستيرون استروجين placental lactogen. طبعا هذا placental lactogen prepares the mammary gland for lactation. relaxation او relaxin اللي هو relaxes the pelvic ligaments during late pregnancy and labor. طيب هنا عندنا البلاسينتا بريفيا، يعني زي الابدورماليتيز في الايفنت، عندنا اللاتراليس انها تكون على اللاترال سايد، مارجيناليس انها تكون على حواف السيرفكس، يعني كذا يكون في بارت من البلاسينتا جاي في لاترال سايد اوف ذا سيرفكس، وعندنا لاتراليس هي لاترال سايد بس يعني ما هي قريبه على السيرفكس، وعندنا السنتراليس تكون في النص، يعني زي ما وضحنا انه يكون في بليدنج. هذه كمان بعض الابنورماليتيز اللي ممكن تصير، يكون عندنا secondary placenta
زي تكون واحدة زيادة. عندنا velamentous insertion of the cord، يعني ما هو كذا جاي، لا كذا بهذا الشكل، يعني يكون كذا زيادة ligaments زيادة. أو الباتل دور بلاسنتا، الباتل دور، باتل دور أصلا معناها زي مضرب التنس زي كذا، هي نفس الشكل، نفس شكل المضرب. أو باي لوب بلاسنتا، أن البلاسنتا تقسم إلى تو لوبس فنسميها باي لوب بلاسنتا. هنا عندنا البلاسنتا كمان بعض البوزيشنز اللي تكون غلط. عندنا البلاسنتا بيرس ريتا، اللي هي تكون كومبليتلي داخله، او يعني تكون في اليوتراين وول. بعضها احيانا يعني تكون داخله لاورجنز ثانيه، تمام؟ يعني ممكن الرقم ثلاثه هذه مو بس تعدي، مو بس تكون داخل اليوتراين وول كامل، لا ممكن حتى تروح لاورجنز ثانيه. بلاسنتا انس انس انسريتا ممكن تروح لليوتراين مصل، او هي اصلا ماسكه في اليوتراين مصلز. اما البلاسنتا اس اس ريتا هذه اسمه صعب حتى، ان لما تكون البلاسنتا ماسكه في اليوتراين وول بس بشكل يعني ماسكه فيه من هنا، هذه تكون داخله للمصل وهذه ماخذه اليوتراين وول كامل، ممكن تروح حتى لليورينري بلادر والستركتشرز الثانيه. الفيتال بارت يكون من الكوريوم فروندوزوم، والماتيرنال بارت من الديسيدو وبازاليس. ميجرمنت مثل كل 500، دايميتر 15 تو 20 سنتيمتر، و 4 متر سنتر او ثيكنس ان ذا سنتر، ومع الاطراف يخف. سيركولر او اوفر ديسك هافينج تو سيرفيسز، فيتال سيرفيس وماتيرنال سيرفيس. الماتيرنال فيلا الكوتيل دونز عددها 15 الى 30. عندنا الفيتر سيرفيس اللي يكون التاتش فيلا الامبيليكال الامبيليكال عموما الامبيليكال كورد. طبعا الفيتال سيرفيس حيكون سموث، الماتيرنال حيكون irregular، والفيتر حيكون covered by amnion. طيب ايش الانوميليز اوف ذا بلاسينتا؟ بلاسينتا بريفيا اللي هي implantation occurs in the lower uterine segment. لما نسمع كلمة بريفيا معناها ان في implantation في lower uterine segment، ممكن تكون centralis, marginalis او lateralis. covered the cervical canal completely اللي هي centralis، اما المارجينالس سيرفيكال كانال بارشلي يعني بس جزء من السيرفيكال كانال، لاترالس ما توصل للسيرفيكال كانال مثل الصوره اللي فوق اللي هي هذه، لاترالس ما وصلت للسيرفيكس كانال، المارجينالس نص ونص، السنترالس كامل. طيب السكشنريت بلاسنتا اللي هي there is one or multiple accessory loops connected to the main part of the placenta by blood vessels. يعني حيكون عندك loop يعني مثل أكثر من 1 to 2 3 loops أو loops زيادة. هذه البلاسنتا العادية حيكون في عندي loop أو اثنين أو ثلاثة زيادة ومتصلين مع الأساسية بالvessels اللي هي umbilical vessels. هذه نقول عليها اللي هي sucentriate. البلاسنتا لاسيريتا انسيرتا اند بيرسيرتا كوريونيك فيلاي ديبلي انفيد اندوميتريوم للاسيرتا مايوميتريوم انسيرتا او هول ثيكنس اوف ذا يوترس سكسسفلي او تدخل في الهول يوترس. طيب الباتل دور اللي هي الكود از انسيرتد ان ذا بيريفري اوف بلاسنتا. الفيلمنتس انسيرشن اوف ذا كود، كود از انسيرتد اوتسايد ذا بلاسنتا، يعني الكود يكون خارج البلاسنتا اللي هو الفيلمنتس انسيرشن. هنا آخر شيء اللي هي الأعمار. عندنا الجيرمينال أو الجيرمينال الخلايا وقت فترة الخلايا يكون من 0 to 2 weeks، وقلنا أن الإمبريو الإمبريونيك بيريود حيكون من 3 إلى 8، واللي هي الأورجانوجينيسيس اللي هي formation of organs، ولما الإكتو والإندو والميسوديرم تعطيني structures الثانية. أما الفيتال لايف حتكون 9 weeks till birth، يعني من الأسبوع التاسع إلى وقت الولادة حنقول عليه فيتال فيتس. الامبريونيك وقت ما يتكون الهند برين الميد برين فور برين الهند جوت ميد جوت الاشياء هذه الاورجنز كامل فورميشن اوف اورجنز من الاسبوع الثالث الى الاسبوع الثامن. ممكن كمان يكون عليها سؤال بس يعطيكم العافيه.